السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس 21 من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الـ Layout. نعم سوف نتعلم عن الـ Layout، يعني كيف، ما هي الـ Layout وكيف يتم إنشاء Layout في إنباج ويب، وما معنى الـ Layout في مختلف صفحات أخرى غير الويب، وما هي الـ Layout في الـ HTML 4 وما هي الـ Layout في الـ HTML 5، و ديفيرونت ميثود باش نكريو ان لاي اوت خصوصا في امباج ويب. من هذه الدوره لتعلم لغه ال HTML في هذا الدرس ارتأيت ايضا ان اعمل ماذا، ان اعمل بروجكت، يعني ان بروجي. يعني كيف ان بروجي؟ يعني انت اذا كنت فعلا قد تتبعت كل الدروس من 1 إلى 20 من هذه الدوره، يمكنك بكل سهوله اكتشاف وفهم هذا الكود سورس الذي قمت بإنشائه أنا شخصيا، وهذا الكود سورس نتيج يعني تنفيذه، يعني يعطينا لاباج ويب هذه. لاباج ويب هذه راح يكون درس اليوم توعنا على اللي اوت. دونك بالمناسبة الكود هذا بإذن الله سوف تجدونه على صفحتي في جيت هاب. دونك ليتس جو. What is layout؟ دونك layout باش نفهموا المعنى تاع layout، خلينا نقولوا يعني خلينا نقعدوا في الباج ويب. layout في الباج ويب، نفهموا ما معنى layout في الباج ويب. احنا نقولوا la plupart des sites web، يعني souvent la plupart des sites web يعملوا l'affichage تاع الكونتوني تاعهم sous forme quoi، sous forme de colonnes ou bien de plusieurs colonnes. دونك خلينا نقولوا معنى اللاي اوت في ان باج ويب كيما هذه هو عباره عن افيشاج دو كونتوني، يعني الكونتوني الهيدر الكريتور هذه اللي هذا ديزيماج سيلينا ديزيماج، هذا هو الكونتوني تاع ان باج ويب. دونك الكونتوني تاع الباج ويب هذا يتم عرضه عن طريق دي كولون بليزيور كولون. طريقه العرض هذه تسمى لاي اوت في HTML. خلينا نروحو نعرفو يعني لاي اوت بشكل عام في لي باج تاع باريكزومبل ماغازين. في لي باج دو ماغازين، يعني مجله الماغازين باريكزومبل، كنهزو هذا ليكزومبل، نهزو ليكزومبل تاع لا باج هذه في الماغازين. مجله الماغازين باريكزومبل تكون عندها الباج تاعها هذه الفورما او بيان لا ميثود دو ريبريزونطاسيون le contenu les informations les images تم عرضهم عن طريق plusieurs colonnes. شوفوا يعني هنا باج جايه حتى هنا في كولون، ومن بعد تحت هذا الكولون اللي فيه باج وديكريتور كاين دو كولون، ابري زي دي جي كولونز، ابري كولونز، ابري دو كولونز، ابري جي ايماج سو فورم ان كولونز. ميم سي دي زوتر باغ اكزومبل كون نحبو باغ اكزومبل زين نشوفو دوتر اكزومبل. فوالا نجيو هنايا، كاين بليزيور اكزومبل هنايا. فوالا باغ اكزومبل نهزو هذه هنايا اوسي، انا نشوفو ايماج 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 جايين سو فورم دي كولون، يعني لا ريبريزونطاسيون دو كونتوني سو فورم دي كولون. حب يقول اعمده، كون نجيو للنيوز بيبرز يعني في الجورنال هنا في الماغازين، مجله الماغازين في نيوز بيبرز اوسي لو ميم ميثود، ميم ميثود باغ اكزومبل كون نجيو نهزو هادي. فوالا نشوفو يعني هنا في الجريده هادي واش كاين، كاين هنا باغ اكزومبل هنا نشوفو لي زانفورماسيون، هنايا صوره، هنا لي هنا الكود بار، هنا التايتول، ابري هنا يجي سو تايتول، هنا يجي الكونتوني كيما رانا نشوفو هنا الكونتوني عباره عن كولون، هنا الكونتوني كولون، ومن بعد هنا 1 2 4 5 كولون، يعني الكونتوني جاي دي كولون، هنا جاي ان كولون، هنا باغ اكزومبل ايماج، هنا كولون، هنا اوكي، هنا هذا يعني بليزيور اكزومبل، يعني هنا باغ اكزومبل في ليماج هذه. فوالا هذه سيتي هي جريده او بيان نيوز بيبرز، هذه نيوز بيبرز فيها تايتل، هنا كوتي فيها ايماج، هنا سو تايتل، هنا نشوفوا هنا اكريتير، هنا اكريتير، هذا الكونتوني تم عرضه عن طريق كولوم، هذا الكونتوني عن طريق كولوم، هذا الكونتوني اللي هو ايماج، ومن بعد ابري الكونتوني دي كولون، هنا كولون، هنا كولون. يعني خلاصه القول نرجعوا يعني لاباج تاعنا ونقولوا
اللايعوت، اللايعوت بشكل عام سواء في نيوز بيبر سواء في المجازين سواء في لي باج ويب هو عبارة عن عرض للمحتوى والعرض للمعلومات عن طريق بليزيور كولومز ملتيبل كولومز. باغ اكزومبل بدو ان اكزومبل تاع اللايعوت اكزومبل دو لايعوت في الاتش تي ام ال في ان باج ويب اتش تي ام ال كومسا لايعوت اكزومبل. هنا نافيغيشن كي نحبو باغ اكزومبل نكليكيو على لندن دينا ان سيتو الليان تاع تاع توريست في لندن باغ اكزومبل. هنا باري اوسي طوكيو اوسي هنا سيتين تكست هنا سيتين فوتر هنا سيتين هيدر دونك لايعوت هنا فوالا فيها بليزيور بارتي. بارتي الاول وهي اون بليس تكون مخصصه لي كولون المحتوى يكون عباره عن لي كولون هنا كولون نافيغيشن هنا كولون تكست يعني باراغراف فوالا. هذا ليكزومبل باذن الله سوف نقوم بانشائه في الدروس القادمه من هذه الدوره اللي تعلم لغه الاتش تي ام ال. دونك هذا جوست ان اكزومبل اللي بينا كيفاش يعني اللايعوت تكون تكون عباره عن دي كولون في الويب باج ويب لي كولون. هذا النافيغيشن في ان كولون هذا في ان كولون نقدروا نزيدوا ان اوتر كولون هنا ونافيشيو فيه ان تريك. هنا اوسي درنا ان بلوك حطينا فيه الكوبي رايت هنا ان بلوك حطينا فيه هيدر فوالا. هذا يعني مفهوم يعني تاع ال اتش تي ام ال تاع عفوا تاع اللاي اوت في سوا في لي باج ويب سوا في نيوز بيبرز سوا في لي ماغازين الكونتوني تافيشا في ملتيبل كولومز. خلينا دروك نعرفوا يعني اللاي اوت في ال HTML5 لا ديفينيسيون تاع اللاي اوت في الفيرسيون الاخرانيه تاع ال HTML5. في الفيرسيون الاخرانيه تاع ال HTML5 خرجوا لي زيليمون سيمونتيك هادو لي زيليمون سيمونتيك يعرفوا لنا ديفيرون بارتي تاع لا باج. باغ اكزومبل كي نجيو حنايا هنا لا باج تاعنا هذه او بيان في لا باج تاعنا هذه ديفيرونت اليمون يعرفوا لنا ديفيرونت بارتي تاع لا باج. هذا بارتي تاع لا باج هذا بارتي هذا بارتي هذا بارتي هذا هما لي ديفيرون بارتي تاع لا باج. هما عرفوا ان اليمون يعرف لنا هذا البارتي اليمون يعرف لنا البارتي هذايا اليمون يعرف لنا البارتي هذا واليمون يعرف لنا البارتي هذا. عرفوا دي زيليمون وشاك اليمون يعرف لنا ان بارتي يعرف لنا الهيدر واحد يعرف لنا باغ اكزومبل نبداو نتعرفوا عليهم كيما هنا الهيدر. الهيدر هذا اليمون يعرف لنا واش هو يعرف لنا الهيدر ولا ان سيكسيون باغ اكزومبل ايسي هنا هنا نقولوا هيدر باليز هيدر تعرف لنا الهيدر هذا. زين نجيو هنايا كاين نافيغيشن نافيغيشن باغ اكزومبل هي واش هو هي الكونتينر تاع لي ليان دو نافيغاسيون فوالا. نشوفوا هنا ليا دي نافيغاسيون هنا نافيغاسيون نافيغاسيون هذا كونتينر هذه هنايا هي عباره عن ناف باليز ناف تريبريزونتي لنا هذا هذا لونسومبل دي ليان فوالا. زين نجيو هنا سيكشن ارتيكل يعني السايد السايد هذه اوتي تري امبورطونت هي السايد هذه يعني يعني جوست ان باليز هذه الباليز تحطها وتافيشي لك دي زانفورماسيون في السايد في ان باليز كي سابيل السايد تحط فيها لي زانفورماسيون. باغ اكزومبل فوتر الفوتر هو الرجل تاع الصفحه اللي هو هذا مؤخره الصفحه. زين نجيو ديتايلز ديتايلز هذه سيتين باليز تعرف لنا واش هو دي ديتاي سيبليمونتير يعني ديتايلز اديشنال يعني دي ديتاي سيبليمونتير. وكاين السموري السموري هذه واش هو تعتبر هي لا باليز اللي تعرف لنا العنوان تاع الديتاي تاع باغ اكزومبل حاب تجي هنايا في اللاي اوت تاعك هذه تكري اي سي النوتر ديتاي تحط هنا عنوان بالسموري وتكتب لا باليز تاعك ديتاي وتحط الديتاي تاعك اللي باغي. دونك هادو هادو هما لي ويت اليمون برينسيبال يعني لي فريمون ديفلوبوهم يعني باش نفهموا على الهدف على واش ديفلوبيو هذا في الدرنيير فيرسيون تاع ال اتش تي ام ال 5 هادو لي زاليمون سيمونتيك الاخرين على واش باش يعرفوا لنا لي ديفيرون بارتي. وفي هذا ليكزومبل اللي هنايا كما قلنا ال اتش تي ام ال 5 يعني راح نديرو هنا في اللي هذا نديرو ديفيرون يعني ان كومباريزون اونتر ال اتش تي ام ال 4 و ال اتش تي ام ال 5 وعلى واش جينا بلي 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 زاليمون سيمونتيك اللي يعرفوا لنا ديفيرون بارتي في ال اتش تي ام ال 5. كما قلنا كاين هير نيف ارتيكل سيكسيون السايد فوتر هادو لي ويت اليمون يعني عرفوهم في ال HTML5 باش يسمحوا لنا ونتخلاو على الموفيز ميثود في ال HTML4.
في الاتش تي ام ال كاتمو فين نخدمو جوست بلي باليز ديف ديف نعرفو ان اي دي ديف نعرفو ان اي دي ديف نعرفو ان كلاس دونك نستعملو ديف سواء نعطيو ان اي دي سواء نعطيو ان اتريبي كلاس اي ابري ابارتير من ان اوتر فايل سي اس اس نتحكمو في هذه الديف سي باري ايسي نقدروا هذه نعتبروها ديف هذا بلوك هذا بلوك هذا بلوك ومن خارج من خارج دوكيمون اتش تي ام ال نقدروا نتحكموا في الديف هذه نعطيوها الباك جراوند كولور اورانج هنا اوسي لي نافيغيشن هنايا البلوك هذا بلوك ديف هذا بلوك ديف هذا هذا بلوك ديف دونك سي دي بلوك دونك في الاتش تي ام ال لاي اوت يعني كانت عباره عن واش في الاتش تي ام ال لاي اوت كانت عباره عن لي بلوك ديف 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 ها هي دي بلوك ديف وهذه دي بلوك ديف نستعملوا اي دي ولي كلاس ونتحكموا في هذو لي بلوك من خارج دوكيمون اتش تي ام ال بار ان دوكيمون سي اس اس قالوا نو نحيوا هذه الموفيز ميثود جوست نعوضوا هذه الديف بها بالاي دي تاعها نعوضها بهيدر ان اليمون بري ديفيني ناف ان اليمون بري ديفيني هذه بري ديفيني هذه بري ديفيني بري ديفيني ديريكتومون نستعملوا هذو لي زاليمون في الاتش تي ام ال 5 وحنا مهنيين وحنا قمنا بانشاء اللاي اوت في الفيرسيون الاخرى في الاتش تي ام ال دونك فوالا هذه اللاي اوت في الاتش تي ام ال 5 والمقارنه تاعها ان لاي اوت كيفاش نكريوها في الاتش تي ام ال 4 دونك اون جينيرال راح حبي كاينين دي ميثود اللي خليونا نكريو لاي اوت دونك الميثود قلنا الفيرسيون الاخرى في الاتش تي ام ال 5 باستعمال لي زاليمون سيمونتيك في الاتش تي ام ال 5 لي خرجوهم جداد باش نكرياو اللاي اوت هذه التكنيك الاولانيه نقدروا نعتبروها تكنيك باسكو سي ريسامون ديفلوبي في الاتش تي ام ال 5 كاينه انوتر تكنيك اللي هي بلي تايبل تكنيك تاع سي اس اس فلوت بروبريتي و سي اس اس فريم ورك و سي اس اس فليكس بوكس هذو لي 5 ميثود يعني هذو لي 4 ميثود اللي كتبتهم هنايا هذو 4 ميثود بالاضافه الى لا ميثود هذه اللي خرجوها الفيرسيون اللي خرجوها في الفيرسيون الاخرى تاع الاتش تي ام ال صافي دير نستعملوا جوست هذو لي باليز وحنا كرينا اللاي اوت ونتفاداو الاستعمال تاع الاتش تي ام ال 4 يعني نتفاداو الاستعمال تاع الاتش تي ام ال 4 بلي ديف ونستعملوا الاتش تي ام ال 5 دونك باش نكريو هذه اللاي اوت قلنا نستعملوا لي تايبون الفلوت الفريم ورك ولا الفليكس بوكس نجيو هنايا دونك وين هي الطريقه الامثل والاجدر يعني اللي ما فيهاش بزاف لي زانكونفينيون الاضرار اللي تخلينا نكريو اللاي اوت في ان باج ويب لي تايبل نقول لك لي تايبل يعني هي غير منصوح بها من الاخير لي تايبل غير منصوح بها استعمالها باش نكريو اللاي اوت في ان باج ويب علاش باسكو لي تايبل كيما عرفناها من قبل في الدروس السابقه هي اللي تسمح لنا باش نكريو دي دوني طابولير صافي دير لي دوني مجدوله معلومات مجدوله محطوطه في جدول ما نقدروش نكريو اللاي اوت يعني سو فورم دي بلوك ولا بليزيور كولون فوالا يعني لي تايبون يعني غير منصوح بهم استعمالهم وماهيش اوتي مخصصه باش نكريو اللاي اوت في الباج ويب هذه اول حاجه ثاني حاجه نستعملو سي اس اس فريم ورك سي اس اس فريم ورك يعني هو كيك شوز تري امبورطون اوسي منصوح به باش نستعملو باش نستعملوه ونخدمو اللاي اوت رابيد اللاي اوت فاست رابيد باستعمال الفريم ورك الدبل في 3 سي اس اس ولا البوسترا باذن الله سوف نعمل عن هاتين الفريم ورك دورات لتعلمهم يعني لتعلمهما صافي دير دبل في 3 سي دبل في 3 دوت سي اس اس والبوسترا دي فريم ورك يستعملوهم ثاني باش نكريو اللاي اوت تري رابيد كاينه سي اس اس فلوت سي اس اس فلوت هذه قلنا بالاضافه الى بالاضافه الى الفريم ورك بوسترا دبليو في 3 سي اس دبليو في 3 دوت سي اس اس بالاضافه الى هذه الفريم ورك هذه سي اس اس فلوت هي الجد المستعمله الاكثر استعمالا الاكثر استعمالا باش نكريو اللاي اوت في باج ويب اكثر استعمالا وهي واش هو باش تستعمل هذه الفلوت يخصك تعرف جوست لا بروبريتي كلير لا بروبريتي فلوت في سي اس اس دونك هذا الكور يعني نخليوه في درس سي اس اس هنا نقدروا ننشئوا لاي اوت بجوده عاليه لا سول كونفينيو اللي تميز به هي انه
ما لي زاليمون فلوتونت، حنا كي نديرو الفلوت تاع دي زاليمون راح يكونوا دي زاليمون فلوتونت، يعني العناصر العائمه ما عندهاش علاقه بالتدفق الدوكيمون اتش تي ام ال، وهذا ما يكري لنا واش هو يكري لنا ضرر في لا فليكسيبيليتي تاع الدوكيمون اتش تي ام ال تاعنا. اخر حاجه هي الفليكس بوكس سي اس اس. سي اس اس فليكس بوكس هذه هي المود جديد دخلوه في سي اس اس 3 يسمح لنا باش نكريو اوسي لاي اوت في الاتش تي ام ال دوكيمون اتش تي ام ال تاعنا، وهي يعني الفليكس بوكس هذه تضمن لنا وشيوا تضمن لنا لا بريفيزيون تاع لي زاليمون كي لا باج تاعنا تستعمل واش تستعمل ريسبونسيف ديزاين، يعني لي زاليمون تاعنا يكونوا بريفيزيبل كي تعود لا باج تاعنا تستعمل ريسبونسيف ديزاين. صافي دير الباج تاعنا تقدر يصرى الهران في تليفون ما تكريناش دي بروبليم، ما تكرينا حتى بروبليم، يعني ما تكرينا حتى بروبليم كي يتم الاستعمال تاعها سواء في ان اورديناتور سواء في ان تابلت سواء في ان سمارت فون. لي زادفونتاج او بيان لي زانكونفينيون تاع الفليكس بوكس انها ما تخدمش في الانترنت اكسبلور، متصفح الانترنت اكسبلور 10 والايرلي هذو ما تخدمش فيهم الفليكس بوكس. دونك اكتفي بهذا القدر من المعلومات في هذا الدرس 21 من دورة تعلم لغة HTML. دونك خلاصة هذا الدرس هو أنه تعرفنا على اللاي اوت اون جينيرال، اللاي اوت اون جينيرال سواء في الباج ويب سواء في النيوز بيبر سواء في المجازين هي واش هي عرض طريقة عرض ولا كيفية عرض لمحتوى صفحة، أي صفحة، صفحة مجازين، صفحة نيوز بيبرز، صفحة ويب بطريقة الأعمدة وبيا بطريقة كثرة الأعمدة ولا الملتيبل كولومز، يعني بليزيور كولومز، هذه هي اللاي اوت. حنايا الهدف تاعنا هو نعرفوا اللاي اوت في ان باج ويب. عرفنا اللاي اوت في ان باج ويب اباز اتش تي ام ال 5 لي سيمونتيك اليمنت اللي خرجوهم لي 8 سيمونتيك اليمنت المستعملين اللي كريات اللاي اوت في باج ويب اتش تي ام ال اباز اتش تي ام ال 5 ونتخلاو على اتش تي ام ال 4، وعرفنا ديفيرونت اوسي ميثود باش نكريوها عن طريق الفلوت والفليكس بوكس وعن طريق لي تابلو، ولي تابلو ماهمش منصوح بهم باسكو لي تابلو كيما قلنا نستعملوهم جوست باش نافيشيو دي دوني تابيلير. دونك هذا هو ملخص الدرس، اتمنى ان الدرس قد يتضح عندكم. ما بقى لي غير نقول لكم يعني الكود سورس هذا الدرس، يعني ستجدونه او بيان لي كود سورس تاع كل الدروس سوف تجدونهم في صفحتي الخاصه في الجيتهاب هنا، يعني ساقوم بوضعهم عند انتهائي من هذه الدوره، ساقوم بوضع كل هذه الدروس او الكود سورس تاع هذه الدروس في هذه الصفحه الخاصه بي على الجيتهاب. دونك الى درس اخر من دورة تعلم لغة HTML، إن شاء الله راح تكون الدرس الواحد الثاني والعشرين من هذه الدورة، وسوف نعمل بإذن الله أن إكزامبل في HTML 5 كومون كريي أن لاي أوت. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، سلام الله عليكم.